السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم، كل عام والجميع بكل خير. أنا محمد عمارة، ودي صالة عرض العينات عندنا في مكتب أوتليت. بيقولوا علينا دلوقتي راعي الملابس المخفضة في مصر، وعلى فكرة دي حاجة بتبسطنا كتير. احنا شغالين في بواقي التصدير والاستوك الأوروبي والمستورد والمصري كمان. المهم مش بنجيب عندنا في المكتب غير الحاجة اللي تكون فرصة أو لقطة. فيديو النهاردة بقى يا سيدي هيكون للمحلات والتجار وأي حد عايز يبدأ، بس بدايته تكون صح. معانا أكتر من 30 بيعة لأكتر من 30 صنف، من أصل وإجمالي 850 صنف موجودين عندنا في المكتب، وبفضل الله كلهم بأسعار مميزة وأسعار حصري. بعد الفصل ده يا سيدي هتسمع أسعار بتاعة زمان وزمان قوي كمان. كمل الفيديو ده بس معايا لحد الآخر، أوعدك تنبسط. مهم إنك تكمل الفيديو عشان في نهاية الفيديو هتعرف الحد الأدنى لكل صنف قد إيه، ونظام البيع والشحن وكل التفاصيل، وكمان هتلاقي إجابة أي سؤال تحب إنك تسأله. يهمني إن أنا أقولك إن خلال اليومين ثلاثة اللي جايين هنصور فيديوهات حصر وتعديل لكل أسعار الشغل اللي عندنا، فيديو للرجالي وواحد للحريمي وواحد للأطفال. تابعونا. شورت جينز بيبيهات يلبس من اول حديث الولاده، يعني منصات شهور لحد سنه ونص بالكتير، وهو جينز لكرا. خمس موديلات، الموديلين اللي فوق دول هم غالبيه الشغل، يلبس من شهور لحد سنه ونص. وجينز لكرا هو تصنيع مصري ولكن بجوده التصدير ويمكن افضل كمان، ب 23 جنيه. فستان بناتي، او نقدر نقول كشميو بناتي، ولكن هو فستان اكتر منه كشميو، حته تحفه بجد، وللمصنع الغني عن التعريف مصنع كيكي، ومش سعره كده خالص. هو بيبدأ من أول سنتين لحد 6 و7 سنين وممكن 8 سنين كمان. الخامة بتاعته بيكا قطن 100%، 28 جنيه. هوت شورت بناتي محير، يلبس من أول 3 سنين لحد 10 سنين تقريبا. الخامة بتاعته بيكا قطن 100%، ولكن الخامة بتاعته خفيفة نسبيا، مطرز بولو ونفس لون التطريزة، هو نفس لون الشريط، 20 جنيه. شورت رياضي او مايو، ولكن هو بدون بطانه داخليه، والخامه بتاعته ميكرو فايبر واوريجينال توكيل ووكر، حته بجد تتحدى المستورد بكتير، وفينش عالي جدا 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 زي ما انت عايز تقول، حته محترمه جدا. هو تلبيس محير ما بين اول الرجالي وما بين اخر الاولادي، تلبيس محير يعني يلبس 15 16 سنه مرتاح، 38 جنيه. طقم داخل بناتي هو 2 لون ولكن فري سايز، فري سايز يعني مقاس واحد، يلبس من 4 ل5 سنين، قطن 100%، والرسمتين اللي قدام حضرتك ب10 جنيه. ليجن بناتي بواه تصدير براند هند، بواه تصدير لامريكا. هو 2 موديل، في منهم موديل بجيبين وفي منهم موديل بدون جيوب، وكل موديل منهم الوان من 6 ل16، تلبيس محير. الخامه بتاعته دازل يعني خامه رياضي ولكن معالج، خامه محترمه جدا وبواه تصدير فرزه اول، 23 جنيه. تيشيرت براسولا قطن مطبوع طبعات اولادي وبناتي، الاولادي من 4 ل10 والبناتي من 4 ل14، ولكن تلبيس فعلي هما الاثنين تقريبا من 3 سنين لحد 8 سنين. براسولا قطن مطبوع طبعات اولادي وبناتي، 25 جنيه. بيع بواقي لبراند كلاريون، طبعا براند كلاريون ده في القميص الاولادي غني عن التعريف، كوكتيل كده في قلب بعضيه، كانت جملته 68 و78 و88. احنا جبنا البواقي بتاعه البيعه دي كلها عندنا وقلنا نفرح بيها الناس. بتبدا التلبيس من اول سنه مثلا لحد المحير اللي هو 8 او 9 سنين، كله في قلب بعضيه، 40 جنيه. بولو شيرت بناتي سن بيبيهات، يعني نقدر نقول من اول المنصات شهور لحد حد اقصى سنه ونص. الخامه بتاعته بيكا قطن والوان كتيره جدا، وعليه طبعه صغيره كده بتاعت امريكان ايجل. المهم ان كل اللي حضرتك شايفه ده معانا النهارده، 20 جنيه. فستان بناتي فسكوز، الخامه بتاعته محترمه جدا ومناسب جدا للعيد، مقاساته 1 2 3، يعني نقدر نقول كده من 2 سنين لحد 4 او 5 سنين. الوانه كتيره جدا وهو فسكوز، فسكوز مش اقطان، فسكوز اللي هو القماش، جميل كده. في عرض النهاردة 35 جنيه، تشكيل كبير جدا وقطع مناسبة للعيد وسعر مناسب. بيعت بولو شيرت أطفال، الخامة بتاعته بيكا وكله تطريزات، يعني البولو شيرت فيه تطريزات مثلا تعملها بتاع حوالي 20 جنيه. المهم هو بولو بيكا، تلبيس مرحلة عمرية من شهور لحد حد أقصى سنتين، وهو 4 موديلات، ومش عايز اسميه شعبي، هو بس مش احسن حاجه، وقيمه مقابل سعر هو ممتاز جدا، ب 18 جنيه.
واخر صنف معانا في الاطفال وهو المستورد الاطفال، هو صنف بس ب 160 صنف، يعني حضرتك دلوقتي هتتفرج على 160 موديل مستورد اطفال، اولادي وبناتي، محير وصغير ووسط وكبير، جيبات بقى وتيشيرتات وبديهات وفساتين وشورتات وبناطيل، كل ما تتخيله في المستورد الاطفال حوالي 160، هم 183 موديل بالظبط، ولكن احنا ضغطناهم كلهم في قلب بعضهم في عرض واحد هقولك عليه دلوقتي. انت طبعا الكميه اللي هتسمعها في نهايه الفيديو، احنا انت عايز تختار ما عندناش مشكله، عايزهم كلهم اولادي ما عندناش مشكله، عايزهم كلهم بناتي ما عندناش مشكله، عايز ميكس اولادي وبناتي واحنا بنظبطهم لك بالشكل اللي يكون فيهم صغير ويكون فيهم محير ويكون فيهم اولادي وبناتي، بنظبط لك الدنيا بشكل ان انت تعرف تشتغل 160 موديل على الاقل. احنا بقى كل ده دخلناه لك في بعض، ابو 58 وابو 68 وابو 78 وابو 88 كله في قلب بعضي 60 جنيه. هسيبك بقى تتفرج على كل الموديلات، وكل اللي هتشوفه دلوقتي في اخر موديلات اخر بيعة او اخر صنف عندنا في الاطفال، كل اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي بسعر واحد 60 جنيه. وطبعا يهمني ان انا اقول لك ان هي دست مقفله مش بواقي، يعني الدسته 12، ولكن في موديلات الدسته او ال 12 قطعه بتيجي لون واحد وده قليل قوي، لكن غالبيه الشغل الدسته بتيجي اربع الوان وثلاث مقاسات او العكس، يعني اربع مقاسات وثلاث الوان، ولكن الموديلات اللي هي جايه الدسته لون واحد بتكون قليله جدا في الشغل. فكل اللي حضرتك شايفه ده ما بين بقى شراويل وشورتات وفساتين ودريلات، كل اللي حضرتك شايفه ده بسعر موحد، عايزين نفرح الناس وانت كمان تساعد معانا ان انت تفرح الناس، كل اللي حضرتك شايفه ده ولسه هتشوفه ب 60 جنيه. كده خلصنا شغل المستورد، وخليني اقول لك ان 60 جنيه قيمه اللي انت شفته دلوقتي ده يا دوبك حق الجمرك بتاع شغل المستورد دلوقتي. بولو شيرت رجالي الخامه بتاعته دازل يعني رياضي، اتنين موديل، كل موديل حوالي خمس او ست الوان، التلبيس واسع جدا يلبس لحد 120 كيلو، مقاساته بتبدا من ميديم ل 2 اكس لارج، اتنين موديل كل موديل خمس او ست الوان 35 جنيه. بولو شيرت رجالي الخامه بتاعته بيكا مخلوط بواقي تصدير، مقاساته مرتاحه وبيبدا من ميديم ل 2 اكس لارج وممكن تلاقي فيه 3 اكس لارج. المهم ان الشغل ده فرز اول في اولى به، يعني ايه اولى به؟ اولى به يعني ممكن تلاقي نقر صغيره حاجه كده ملاحظه في النسيج، مش كله فرز اول ولكن فرز اول في اولى به ب 35 جنيه.
تيشيرت مافي بواقي تصدير قطن 100%، هو لون واحد اسود مطبوع طبعتين ولون رمادي. المهم هو قطن 100% ومقاساته واسعه واوريجينال مافي، اوريجينال براند مافي اوريجينال، بواقي تصدير بكراتين التصدير، مقاساته بتبدا من ميديوم لاتنين اكس لارج وتلبيس واسع 40 جنيه. تيشيرت رجالي تصنيع مصري ولكن فينش عالي ومتصنع في مصنع بواقي تصدير، هو سترايبر يعني مقلم مش طباعه، القلم في النسيج، مقاساته بتبدا من ميديوم لاتنين اكس لارج ب 32 جنيه واربع الوان 32 جنيه. تيشيرت زراير رجالي وحرفيا من اقوى تيشيرتات الرجالي الشباب اللي موجود عندنا، خامه بجد تحفه، قطن 100% ومعالج بيتش بيتش دي، يعني واخد سخاوه كده على التيشيرت، وهو براسوله قطن او نقدر نقول كده انه لكره، يبقى سنجل لكره، مقاساته بتبدا من ميديوم ل 2 اكس لارج، طبعاته كتيره جدا واسمه تيشيرت اكسلنس، وبسعر بجد محترم جدا 38 جنيه. بعتين قميص رجالي تلبيس شبابي دخلناهم مع بعض عشان نقدر نوصل لك بسعر مناسب جدا، وارخص قميص رجالي هتسمع سعره دلوقتي. البيعه اللي على الشمال دي هي بيعه تلبيس شبابي، الخامه بتاعتها بنجلين لكرة، واللي على اليمين ده قطن 100% الخامه ولا اروع من كده، ومطبوع صدر ومطبوع ظهر، الموديلين في قلب بعض، عاملينهم في قلب الكيس تشكيل عشوائي او تقدر تقول النص والنص 40 جنيه. شورت رجالي قطن 100% بواقي تصدير لفرنسا، لون واحد نبيتي، مقاساته كبيره جدا مرتاحه، تلبس لحد 120 كيلو، بتبدا من ميديوم ل 3 اكس لارج وتلبيس واسع 20 جنيه، لون واحد نبيتي. تيشيرت رجالي بواقي تصدير قطن 100% سنجل لكرة، مقاساته بتبدا من سمول للارج، ولكن اللارج تلبيس واسع، يعني نقدر نقول يلبس اكس لارج وممكن 2 اكس لارج كمان لانه تلبيس واسع، قطن سنجل لكرة، طبعات كتير وبواقي تصدير وفرزة اول 33 جنيه. تيشيرت كات شغال رجالي وشغال حريمي، هي خامات براسوله سلاب وبراسوله كاردونيه وبراسوله قطن مخلوط، المهم فيها تطريزات وفيها طباعة وفيها أباليك كوكتيل كده في قلب بعضيها، دي كانت بيع عندنا من ميديوم لاتنين اكس لارج وكنا بنبيعها ب 38 جنيه، النهاردة المتبقي من البيعة دي بنبيعه ب 25 جنيه. تيشيرت راوند مستورد طبعات كتيرة جدا ومقاساته بتبدأ من ميديوم لاتنين اكس لارج والخامة بتاعته براسولة سلاب وإلى حد ما خفيف. المهم التيشيرت ده مستورد وشغال رجالي وحريمي على حسب شكل الطبعة يعني، وبسعر حصري وبسعر محترم جدا 28 جنيه. بيعة بادي حريمي بواقي تصدير فرزة اول ومقاسات مرتاحة وواسعة، فسكوز بيور فرزة اول بواقي تصدير، البيعة دي ابيض واسود فقط ب 20 جنيه. انا علشان مش بطمع في الحاجة اللي ربنا كرمنا بيها، البيعة اصلا ابيض واسود سادة فقط، ولكن جه في وسط البيعة الطبعتين دول على اللون الابيض بيمثلوا حوالي 10% من البيعة، فالكيس اللي حضرتك تشتريه هتدفع 20 جنيه، اساس الكلام ابيض واسود ولكن بنسبة 10% هنحط لك الطبعتين دول فيهم لو حضرتك حابب، ولكن لو انت هتاخد الشغل عشان تطبعه او انت بتفضله ابيض واسود بس دي حرية شخصية ليك، الاساس في كلامنا ب 20 جنيه بادي فسكوز حريمي بواقي تصدير ويلبس لحد 120 كيلو ب 20 جنيه. شورت حريمي الخامه بتاعته قطن بيكا بدون لكره والخامه بتاعته خفيفه نسبيا، مطرز بولو ونفس لون التطريزه، هو نفس لون الشريط، مقاساته مرتاحه يلبس تقريبا من 75 كيلو لحوالي 100 كيلو ب 22 جنيه. شورت او هوت شورت حريمي بيكا قطن 100% هو تصنيع مصري ولكن متصنع في مصنع بواقي تصدير 22 جنيه. شورت وبرامودا حريمي رياضي بواقي تصدير فرز اول لتوكيل مركز غطس في امريكا، بواقي تصدير فرز اول، دي كده بواقي البيع عندنا خلاص، كنا بنبيع ب 38 وب 48، عباره عن شورت في برامودا الاثنين مع بعض دخلناهم لك في قلب بعضيهم ميكس من كل اللي حضرتك شايفه قدامك، بواقي تصدير فرز اول 25 جنيه برامودا في شورت حريمي بواقي تصدير لبراند او لتوكيل غطس في امريكا 25 جنيه. وبفضل ربنا علينا ورزق الناس علشان الناس تفرح معانا في شهر رمضان، ربنا كرمنا امبارح فقط ببيعة سترايك اللي كانت موجودة عندنا دفعة أخيرة وجديدة منها وبسعر مميز جدا جدا جدا، كل اللي حضرتك شايفه ده جلابية وعباية وتوينز وفساتين، ولكن كلها عباية كلها طويلة جميل كده، وفي منها عبايات قطعتين على بعض اللي احنا بنقول عليها توينز قطعتين يعني، المهم كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده كده ب 60 جنيه عباية ودريل وفستان كلها حاجات طويلة وكشمية، كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده كده ب 60 جنيه.
الكيس بيكون مشكل عشوائي من كل اللي حضرتك شايفه ده، وخامات وفينش ولا اروع من كده. طبعا اللي معاشرنا او اتعامل معانا او العملاء بتوعنا عارفين ان الكلام ده كان من اول 100 جنيه واقل سعر فيه كان 68، اللي على الكاجوال علاء بالمره كده علشان الموضوعين مرتبطين ببعض. الكاجوال بقى اللي عندنا ده اللي انت شايفه لنفس المصنع ونفس محلات براند سترايك، دي كده مخيطات حريمي، كاجوال حريمي جميل. الكيس مشكل عشوائي من كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده ب 45 جنيه. طب انا ليه ربطت الاثنين ببعض؟ هقول لك دلوقتي حالا. يبقى قلنا كده العبايه لوحديها، لو انت عايز عبايه لوحديها هيبقى ب60 جنيه. الكيس مشكل عشوائي جميل ب60 جنيه، ولكن لو حضرتك عايز كاجوال من كل الموديلات اللي حضرتك شايفها دي هيبقى ب45 جنيه. طيب لو هنجمع بقى الاثنين مع بعض، الكاجوال الحريمي ده مع العبايه اللي انت لسه متفرج عليها دلوقتي حالا، ده كده هيكون ثالث نوع من انواع الاكياس. هتدفع في الكيس 50 جنيه للقطعه وهيكون مشكل عشوائي، والتلتين عبايه والتلت فقط هيكون من الكاجوال. يبقى نعيد من تاني عشان ما حدش يتلخبط. يبقى العبايه والجلابيه والكشميو والتونزات الطويله كله في قلب بعضيه ب60 جنيه، ولكن الكاجوال الحريمي كله في بعضيه لوحده ب45 جنيه. طب لو عايز كاجوال وعايز من العبايه الاثنين مع بعضيهم هيبقى ب50 جنيه، وللعلم هيكون الكيس الميكس ده التلتين عبايه. وللمصايف وكده بقى أرخص برمودة، جبردين، بواقي تصدير، ممكن تسمع سعره في التاريخ. ده كده بيع ميكس كوكتيل برمودة جبردين بدون لكرة حريمي، مقاسات عادية ومقاسات خاصة. كوكتيل بقى ألوان وموديلات ومقاسات، تشكيل كبير جدا جدا جدا، كله فرز أول وكله بواقي تصدير. في مقاسات عادية وفي مقاسات خاصة، جميل كده. ولكن حد أدنى يلبس 75 كيلو ويوصل بقى لحد 100 كيلو الموديل النبيتي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ده كده موديل من ضمن الموديلات اللي هي مقاسات خاصة وسادة، يعني نقدر نقول كلاسيك. جميل. بكام بقى كل اللي حضرتك شايفه ده؟ برمودة جبردين بواقي تصدير فرز أول 30 جنيه. بعت بنطلون جينز توكيل كارينا كلو، طبعا ده بواقي محلات براند كارينا كلو. فبواقي محلات يعني كلها بقى ميكس في قلب بعضيها كده، مكسره الوان ومقاسات وموديلات، ولكن فيها اليوزد وفيها الديرتي وفيها التقطيع وفيها الساده وفيها التطريز. كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده بعت بنطلون جينز توكيل كارينا كلو. بكام بقى؟ بالقطعه مش بالكيلو، 50 جنيه. بعت بنطلون جينز كارينا كلو حريم 50 جنيه. وبيع حريم ستوك اوروبي ماركات اونلي وبيرامودا وجيس واتش اند ام وزارا، كوكتيل في قلب بعضيها. كل الموديلات اللي حضرتك شايفها دي بنعمل لك الكيس مشكل عشوائي من كل الموديلات دي. بكام بقى القطعه؟ ب40 جنيه. كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده كده بالقطعه مش بالكيلو، عشان تبقى عارف القطعه واقف عليك بكام. دريلات بقى وسلوبتات وهوت شورت وشورتات وشيفونات وبديهات، كلها مستورد وطبعا كلها جديده بالتيكت وطب بالكارت ولا ايه، وطبعا كلها مستورد ستوك اوروبي بالقطعه ب40 جنيه. الكيس مشكل عشوائي من كل الموديلات اللي حضرتك شفتها دي. كل الموديلات اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي دي بواقي محلات توكيل كارينا كلو، طبعا كلها فرز اول، واقصى حاجه تكون ممكن محتاجاها ان هي بس تكوي لجزء منها. جميل كده. كل الموديلات اللي هستعرضها مع حضرتك دلوقتي، القطع الطويله دي اللي هي البضاهات الطويله والبادي الاسبانيش اللي هو بكباسين من تحت، والكشميو والدريل والفيست والبلورو والكارديجان والبادي ابو كم بتاع المحجبات والبلورو القصير والبلورو الطويل. كل القطع اللي حضرتك شايفها دي كل الكلام ده كده ب40 جنيه. توكيل كارينا كلو طبعا غني عن التعريف. كل الموديلات اللي احنا بنستعرضها ما عدا الحماله طبعا، كل الموديلات اللي حضرتك شايفها قدامك دي كده انا بحاول استعرض لك اكبر قدر ممكن من الموديلات. كل الكلام ده كده بنشكل لك الكيس تشكيل عشوائي من كل الكلام ده، البديهات الطويله والبلورو الطويل والقصير والكارديجان، كل الكلام ده ب40 جنيه. وبرضه لسه مع بيعه كارينا كلو وبالقطعه المره دي، علشان تبقى عارف القطعه اللي انت بتشتريها واقفه عليك بكام. دخلنا بندين خفاف كده مع بعضيهم عشان نفرح الناس وهنبيعهم ب18 جنيه. كل الحاجات اللي انت شايفها دي البادي الحماله بكل موديلاته وبكل الوانه، سواء القصير وسواء الطويل، وطبعا توكيل كارينا كلو غني عن التعريف. كل الباديهات الحماله دي مع الاشارب مستورد وكارينا كلو، كل الحاجات دي ب18 جنيه. الاشارب مع البادي الحمالة، عايز البادي الحمالة لوحده اهلا وسهلا، عايز الاشارب لوحده اهلا وسهلا، عايز الاتنين ميكس في قلب الكيس مع بعضيهم والاتنين ب18 جنيه برضو اهلا وسهلا. اللي فيه مصلحتك يبقى فيه مصلحتك.
بادي حريمي قط قطن 100%، هو رب وديربي قطن لكرة مع اختلاف الاوزان، في اوزان خفيفه وفي اوزان وسط وفي اوزان تقيله، حوالي 15 لون ومقاسين، يلبس من اول 75 كيلو لحد 100 كيلو بسعر محترم جدا 20 جنيه حوالي 15 لون. واخيرا وليس اخيرا اخر صنف معانا في الحريمي، وهتسمع سعر عمرك ما هتسمعه في حياتك، البيعه بتاعت استرايك كاجوال حريمي وعبايه طلع فيها حاجات فيها درجه تانية. ارجع لحته الاورنج دي، يعني مثلا تلاقي لطشه شماعه، الشماعه السوداء دي في حته الخامه خفيفه فعملت نقره في الكتف، زرار مش موجود، طقم زراير ناقص زرار، حته بحزام جلد فالحزام الجلد مقشر. ما بين بقى عبايه وما بين كاجوال حريمي الدرجه الثانيه، كل اللي حضرتك شايفه قدامك ده ب 28 جنيه الكيس مشكل عشوائي فرز ثاني ب 28 جنيه. طبعا الكلام ده هيكون مناسب للناس اللي عامله استندات في شارع او في اسواق او عندها طبالي او ايا كان بقى بتوزعها في مكان ما. المهم ان كل اللي حضرتك شايفه ده العيوب والدرجه الثانيه من بيعه استرايك سواء عبايه او كاجوال ب 28 جنيه، وللعلم 75% من الكيس عباره عن جلابيه او عبايه او قطعه طويله مش كاجوال 28 جنيه. اهلا بكم من تاني، يهمني تعرف وتركز في الكلمتين اللي هنقولهم دلوقتي لان هما تقريبا اهم من الفيديو. اولا فيديو النهارده ده 30 بيعه فقط من اصل 850 صنف متاحين عندنا في المكتب، وبفضل ربنا علينا كلهم بسعر مميز وحصري، وطبيعي ومنطقي ان التجار الارصده والكميات هيكون ليهم سعر خاص. وعرض النهارده هو كميه مقابل سعر، يعني السعر اللي حضرتك سمعته في فيديو النهارده حد ادنى الاستفاده بالسعر ده انك تاخد كيس مشكل 100 قطعه لكل صنف، والمستورد 10 دسات يعني 120 قطعة، وغير متاح ان انت تقسم كميات الا اذا اوردرك كان 5 اصناف فاكتر. اما بقى يا سيدي لو اوردرك اقل من 5 اصناف ومحتاج برضو تقسم الكمية هتزود 2 جنيه عن السعر اللي سمعته في فيديو النهاردة، ولو عايز 24 قطعة بس وده اقل عدد ممكن تطلبه هتزود 2 جنيه كمان. واهم من كل ده لو حضرتك مبتدئ او مش عارف هتبيع فين والمين وازاي، بلاش السعر اللي سمعته يغريك وتشتري حاجة تضيع فيها فلوسك. الشحن عندنا بيكون بالسداد مقدم علشان مش بنتعامل مع شركات الشحن في اي مقابل مادي. المواعيد والتليفونات وروابط التواصل معنا هتلاقيها موجودة تحت الفيديو ده. تحياتي للجميع، كان معاك اخوكم في الله محمد عمر من مكتبكم مكتب اوتليت، راعي الملابس المخفضة في مصر. سلام عليكم.